أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا صاحب المصيبة الراتبة، ويا صريع الدمعة الساكبة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. روي عن الإمام السجاد عليه السلام أنه قال: من ثبت على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله عز وجل أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. تحدثنا في عدة جلسات حول انتظار الفرج، عرفنا بعض المعاني المغلوطة لتفسير الانتظار، عرفنا المعنى الصحيح لانتظار الفرج، عرفنا بعض الأعمال التي تدخل تحت عنوان واجبات المؤمن المنتظر في زمن الغيبة الكبرى. يبقى هناك سؤال قد يرد إلى الذهن، السؤال هو التالي: يقول قد عرفنا معنى الانتظار، وعرفنا أنه لا بد حتى نكون منتظرين بالمعنى الصحيح أن نلتزم ببعض الأعمال كالتقوى ومحاسن الأخلاق، وعقدنا جلسات وندوات ومحاضرات في ذكر الإمام صلوات الله وسلامه عليه، عملت كل ما طلب مني لأكون من الممهدين لظهوره صلوات الله وسلامه عليه، كنت أدعو دائما بأن يعجل الله عز وجل الفرج، كنت أدعو دائما بأن يرزقني الله عز وجل نصرة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، كنت أدعو أن أدرك أيامه صلوات الله وسلامه عليه لأنعم بدولته وبعدله، كنت وإذا بي أموت قبل أن يظهر، قبل أن يظهر الإمام عجل الله تعالى فرجه أموت، فما هي فائدة انتظاري له صلوات الله وسلامه عليه؟ ما هي فائدة أعمالي التي قدمتها لأعجل من الفرج؟ ما هي فائدة دعواتي الطويلة، صلواتي العريضة من أجل أن أدرك الإمام وأنا مت قبل ظهوره؟ وكأنه يراد أن يقال، هذا السؤال بعبارة أخرى، إن المنتظر إن لم يدرك زمن الظهور فلا فائدة في انتظاره، فكيف الجواب؟ في الحقيقة قبل أن أذكر مفردات الجواب أذكر مقدمة. نحن نعلم أن الله عز وجل جعل الحياة الدنيا دار عمل بلا حساب، وجعل الآخرة دار حساب بلا عمل. هذا جواب إجمالي، خلص هذا الجواب. علينا أن نلتفت أنه ليس دائما ليكون في بالنا، وهذا هاي الفكرة لابد أن نبدأ نزرقها لأولادنا، نغذيها في عقول أطفالنا. ليس هناك قانون عند الله عز وجل يقول إن الإنسان إذا عمل صالحا فلا بد أن يرى أثر عمله في الدنيا، ما عندنا هيك قانون. أنت شفت يوم من الأيام صليت صلاة الليل
وندق عليك الفجر الباب الفجر جاك فد ملك قال لك تفضل هاي جائزة صلاة الليل؟ ما عندنا هيك قانون. نحن في الدنيا نعمل من أجل شنو؟ الدنيا مزرعة الآخرة. ما دامت الدنيا هي مزرعة الآخرة فلا بد أن تعمل جيدا في مزرعتك، لا بد أن تحرثها جيدا وأن تبدرها بالبذور الصالحة وأن تسقيها وأن تراعيها وأن تحافظ عليها إلى أن يصل وقت الحصاد. من جاء في يوم القيامة شنو؟ مو من عمل الحسنة، من جاء بالحسنة. عمل الحسنة وين؟ هنا في الدنيا. ثمرتها وين؟ ثمرتها في الآخرة. احنا نكون نعلم أولادنا انه انت لما تعمل أعمال صالحة كأن ترى شيخا كبيرا في الشارع يريد ان يعبر الشارع، او عنده ثقل بعض الأمتعة الثقيلة، او يريد عنده حاجة وتساعده، لا تنتظر ان يأتيك جزاؤك في الدنيا. نحن حيث آمنا بيوم آخر هو يوم القيامة فننتظر أجرنا هناك، وهذا هو معنى من معاني الإخلاص، أني لا أنتظر منك شنو؟ جزاء ولا شكورا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء. وهذا هو سبب خلود هذه الصدقة الصغيرة في كمها لكن كبيرة في معناها، خلدها الله عز وجل في سورة من سور القرآن الكريم. إذا تبينت هذه المقدمة تعالوا لندخل في تفاصيل الأجوبة. الجواب الأول، تحدثنا عن المعنى الصحيح للانتظار، وكان خلاصة شنو؟ أن المؤمن لابد أن يتوفر على أصول دين قوية، يلتزم بفروع الدين بأحكام الإسلام، تكون أخلاقه حسنة، آدابه عند المعاشرة جميلة بحيث يفتقد إذا لم يحضر، يسأل عنه، يحزن عليه إذا غاب، وأن يكون المؤمن مستعدا لظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو معنى الانتظار. هذا في الحقيقة منهج للحياة متكامل. الإنسان إذا قوى أصوله وعمل فروعه والتزم محاسن الأخلاق فإنه سيكون ناجحا في دنياه وفي آخرته. خلاص أنت تكون صاحب أخلاق حسنة، راح تربح الإخوة، راح تربح الأصدقاء. الأخلاق الحسنة في الروايات حتى تزيد في الرزق، من ساء خلقه قل رزقه. وإذا تعكسها شو يصير؟ من حسن خلقه زاد رزقه. فبالنتيجة أنا ما خسران شيء. إحنا عندما نلتزم بانتظار الفرج بهذا المعنى الذي تقدم إحنا ما خسرانين شيء. والعقل يحكم أنه في مورد ما إذا فعلته ما أخسر شيء، إذا تركته قد أخسر وقد لا أخسر. العقل شي يقول؟ يقول خائف على هذا الشيء. وهذا هو ما يسمى بدليل الاحتياط. خل أبين لك إياه أكثر. اليوم أطلقت حركة، يقولون حركة شوية زايدة، حركة الإلحاد، يعني أتصور أنه مو يعني الإلحاد زاد وإنما قوة الإعلام زادت، وهذا تكلمنا في الموضوع. في زمن الأئمة صلوات الله عليهم كان الإلحاد وحركة الإلحاد موجودة. رجل جاء للإمام الصادق ابن أبي العوجاء، جاء إلى الإمام الصادق صلوات الله عليه وسلم، وكان دائما يناقش الإمام. طبعا هذه الرواية موجودة عن الإمام الصادق، ونظيرها شبيهة إلها موجودة عند الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. المهم خلينا نجيب رواية الإمام الصادق صلوات الله عليه. الإمام الصادق دخل عليه ابن أبي العوجاء، صار كلام فيما بيناتهم. الإمام الصادق قال له التالي، شو ينتبه لي؟ قال له
إن كان الأمر كما تقول وليس كما تقول. يعني لو فرضنا أنه ماكو إله وماكو حساب وماكو جنة ونار، وإن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. لو فرضنا هذا الأمر، إن كان الأمر كما تقول وليس هو كما تقول، لم نخسر شيء، كنا نحن وأنتم سواء، خسرنا شيء؟ ما نحن نخسر شيء، لأن إحنا رغم أننا ملتزمون بالدين نأكل ونشرب ونبني ونتزوج ونسافر وما عندنا، يعني ما رأينا الدين يعزلنا عن الحياة. الحمد لله ماشي حياتنا، وربما عندنا اطمئنان وألفة وأكثر من ذول الملحدين. فإذا كان ماكو إله، أفرض ماكو حساب، ماكو جنة ونار، هو خسران شيء. شنو الصلاة؟ يعني تخسر أكثر شيء؟ الصوم هم إذا تريد تحسبه بالحساب المادي، أم أكو صحة للبدن به، صوم وتصحه، فما خسران شيء. هذا إذا كان ماكو إله، فما خسران شيء. لكن إن كان الأمر كما نقول وهو كما نقول، إذا كان أكو إله وأكو حساب وعتاب وعقاب وجنة ونار، إحنا خسران شيء؟ احنا ما خسران شيء. فاكر ملحد؟ ها؟ خسران؟ وخسار مو يعني فتشي يعني خسر رأس ماله راح يسوي فتشرعك واحد ثاني يشتغل بزنس مرة ثانية، لا مو هيك. الخسارة يدخلون في جهنم، الخسارة لا يتحملها الإنسان. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة عنده كلمة جدا رائعة في بيان الخطر اللي احنا مقبلين عليه، يقول: اعلموا انه ليس لهذا الجلد الرقيق صبر على النار، فانكم جربتموها، ارحموا نفوسكم، فانكم جربتموها في هذه الدنيا، انه ليس لهذا الجلد الرقيق صبر على النار. أرأيتم جزع أحدكم من الشوكة تصيبه؟ بالله رأس الشوكة من تأخذ نسبة وتناسب بينه وبين جسم الإنسان، شقد واحد بالمليون، واحد بالمليار، شقد رأس الشوكة بالنسبة لجسم الإنسان؟ إذا أصابت الإنسان الشوكة ماذا تصنع فيه؟ تخربط أحواله كلها. أرأيتم جزع أحدكم من الشوكة تصيبه؟ أو العثرة تدنيه؟ أو الرمضاء، الرمال الحارة بأيام الصيف الرمضاء تحرقه؟ فكيف إذا كان بين طابقين من نار، ضجيع حجر من يريد يتمدد يخلي راسه وين يضجع، وين يضاجع حجر؟ شايفين بعض الأفران أجارنا الله وإياكم يخلون بها حجر حصى، ليش؟ لأنها تحتفظ بالحرارة هواي وتظل شنو تعطي حرارة قوية. أرأيتم، شوف التصوير، تصوير أمير المؤمنين صلوات الله عليه، أرأيتم جزع أحدكم من الشوكة تدنيه، أو العثرة من الشوكة تصيبه، أو العثرة تدنيه، أو الرمضاء تحرقه؟ فكيف إذا كان بين طابقين من نار، ضجيع حجر وقرين شيطان؟ أعلمتم أن مالكا إذا غضب على النار حطم بعضها بعضا من غضبه، وإذا زجرها توثبت بين أركانها جزعا من زجرته؟ و 124 ألف نبي خوفونا بهاي الفكرة، بهذه القضية. فالعقل شي يقول؟ يقول: عمي أنا ما خسران شي، وخل ألتزم، ما خسران شي. شوف هاي لا آية ولا رواية، أنت والعقل، كل من يدعي العقل. نفس هذه الفكرة انجرها على وين؟ على انتظار الفرج. هو انتظار الفرج شنو؟ انتظار الفرج مثل ذاك اللي قال، ذاك اللي قال للعالم، شو يقول له؟ يقول للعالم، يقول له: كل هاي الكتب تقول لك يا ابن آدم سير خوش آدم. خلاص انتظار الفرج يقول لك سير خوش آدم، خلاص. دين قوي، تواجه الشبهات بقوة عقيدة، التزم بأعمالك، أخلاق حسنة، عندك استعداد نفسي للظهور، خلص ظهر الإمام ربحته. ما ظهر الإمام أنا خسران شيء؟ وما خسران شيء. فإذا انتظار الفرج بحكم العقل هو ربح في ربح،
سواء أدركت الإمام أو لم أدرك الإمام. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، الجواب الثاني في الحقيقة حسب ما فهمنا من انتظار الفرج، حسب الروايات اللي ذكرناها وتفاصيل اللي ذكرناها، تبين أن انتظار الفرج في الحقيقة هو تكليف من التكاليف الشرعية، صحيح؟ أصول الدين، فروع الدين، الأخلاق، هي تكاليف شرعية، بعضها واجبة، بعضها مستحبة. فأنا عندما أنتظر الفرج أكون قد أطعت الله عز وجل، خلص وهذا الربح، وهذا الربح، طاعتي لله عز وجل هذا أفضل ربح، لأنه شرع يرجع إلي. إن الله خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم آمنا من معصيتهم، لأنه لا تضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاع، إنما هي راجعة إلي. فخلاص ما خسران شيء، الله سبحانه وتعالى أوجب علي انتظار الفرج. روايات عديدة في هذا المجال، انتظروا الفرج، انتظروا الفرج، هذا أوان، فأنا أطعت الله عز وجل. ويصير انتظار الفرج خلال نقرب الفكرة حال حال الصلاة، مثل ما الصلاة إحنا نؤديها ونرجو أجرها في يوم القيامة، كذلك انتظار الفرج نحن نؤديه وننتظر الأجر في يوم القيامة. آية 2 3 نفس القيام بانتظار الفرج هو عمل طاعة، ورتبت عليه الروايات الشريفة ثوابا عظيما. أدركت الإمام أو لم تدرك الإمام؟ أنت أخوة ليش تدرك الإمام؟ شو الفكرة من إدراك الإمام؟ يعني شو؟ ليش يعني؟ تريد تكون من جنود الله عز وجل؟ تريد تضمن الجنة؟ تروح تحذف الوسائط تروح للنتيجة، شنو؟ أنا أدخل الجنة، خلص نفسي من جهنم، صحيح؟ وخلاص هذا الانتظار سواء أدركت الإمام أو لم تدرك الإمام، كنت النتيجة تحصلها. لا شك أن العمل بين يدي المعصوم والشهادة بين يديه ما فوقها درجة، لا شك. لكن بالنتيجة إذا لم أدرك المعصوم فأنا ضمنت الجنة إذا التزمت بالمعنى الصحيح للانتظار. ولذلك شوف روايات اللي ذكرت فضل الانتظار، ذكرت الكثير من الثواب والأجر العظيم. مثلا الرواية اللي قرأناها عن الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، من ثبت على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله عز وجل أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. خلاص ما تريد أكثر من هذا الثواب يعني؟ اللي استشهدوا في بدر وأحد لهم أجر، أنت لك أجر 1000 شهيد مثله. وش تريد بعد؟ في رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام، من مات منكم على هذا الأمر، يعني أمر أهل البيت صلوات الله عليهم، منتظرا له كان كمن كان في فسطاط القائم صلوات الله وسلامه. خلاص أنت تريد تكون من أنصار الإمام صلوات الله عليه، إن مت وأنت منتظر خلاص ترى تحصل هذا الأجر، واضح إن شاء الله. وغيرها من الروايات الكثيرة في هذا المجال. الجواب الرابع والأخير، الجواب الرابع راح يفتح لنا ملف ربما نتعرض له في ليلة لاحقة. الجواب الرابع جدا لطيف. طبعا نعطيكم فتنة ملاحظة، يعني كثير من الأسئلة التي تتداول فيما بيننا نجد أجوبتها عند أهل البيت عليهم السلام. يعني هاي الأجوبة الثلاثة اللي ذكرتها أنا مستفيدها من الروايات الشريفة، يعني التقطها من الروايات، لكن من ترجع للروايات الشريفة تلقى نفس هذا السؤال طرح على المعصوم، والمعصوم هم طالب الجواب جدا لطيف. فيعني صير ذيك الأجوبة شنو؟ إضافية. وعلى الإمام صلوات الله عليه أعطانا الجواب. وهكذا في كثير من المسائل، يعني اليوم صارت يعني بعض الإشكالات أو الأسئلة القديمة الحديثة جاء اليوم تطرح من جديد، ينظر لها، يبشر أو تنشر كثيرا. مثلا لماذا لم يذكر القرآن علي بن أبي طالب بالنص؟ هذا سؤال موجود من زمن الأئمة صلوات الله عليهم، بس شنو يجون يخلفون غلاف جديد ويصدروا منه فيس وما أدري شنو. وإلا هي ترى الأئمة صلوات الله عليهم ما خلي في القضية إلا وأعطوا الجواب الصريح بها أو أعطوا القاعدة
اللي نستطيع من خلالها أن نجاوب عن مثل هذه الأسئلة. هذا السؤال يظهر من بعض الروايات الشريفة أنه كان يقلق مراجع بعض المؤمنين في زمن المعصوم صلى الله عليه وسلم عليه. فأجوا سئلوا الإمام والإمام أعطاهم جوابا جدا لطيف. أقرأ لكم روايتين في هذا المجال. الرواية الأولى، أو خلنا نقرأ ثلاث روايات. الرواية الأولى عن الإمام الصادق عليه السلام يتحدث عن زمن الظهور، ماذا يقول؟ يقول ضمن رواية طويلة أخذت منها محل الشاهد: ولا يبقى مؤمن ميت. هذا المنتظر وما أدرك الإمام. ولا يبقى مؤمن ميت إلا دخلت عليه تلك الفرحة في قبره. بعد يفسرها كل شيء وضح الإمام. ولا يبقى مؤمن ميت إلا دخلت عليه تلك الفرحة في قبره، حيث يتزاورون في قبورهم ويتباشرون بقيام القائم. الله صل وسلم على محمد وآل محمد. خلاص حجتا بعد الرواية. زين. رواية ثانية شوي أكثر وضوح وتعطينا جواب أكثر صراحة. عن المفضل ابن عمر قال: ذكرنا القائم عليه السلام ومن مات من أصحابنا ينتظره. السؤال عليه شنو؟ من مات من أصحابنا ينتظره، شنو فائدة الانتظار؟ هذا معنى السؤال. فقال لنا أبو عبد الله عليه السلام: إذا قام، يعني الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، أتي المؤمن في قبره. احنا خلونا نؤمن بان القبر مو يعني نهايه، وانما هو شنو؟ مرحله انتقاليه، هم حياه ولها قوانينها الخاصه اللي تختلف عن قوانين هذه الدنيا، نتيجه برزخ الى بحوثها الخاصه. فاذا قام الامام صلوات الله وسلامه عليه يجون وين للمؤمن؟ هو القبر. والقبر حسب ما يظهر من الروايه كان روضه من رياض الجنه في كرامه الله عز وجل. فيؤتى المؤمن في قبره. فيقال له: يا هذا، إنه قد ظهر صاحبك اللي كنت منتظره، ظهر، فإن تشأ أن تلحق به فالحق، وإن تشأ أن تقيم في كرامة الله فأقم. كيفك؟ أدخل جواب صار واضح. فواحد ما خسر عن شيء، ينتظر. أدرك الإمام صلوات الله عليه في حياته، هي هذه هي المنى. إن لم أدركه، إن كنت منتظراً حقيقياً، يأتيك القبر، يأتيك الملك في القبر، يقول لك: تفضل تريد ترجع؟ فتح لنا ملف الرجعة. تريد ترجع؟ ارجع براحتك. تريد تبقى في نعيم الله، في كرامة الله، كيفك. فإذا كان الإنسان يريد أن يرى الإمام صلى الله عليه وسلم، أكو مجال ولا ما أكو مجال؟ يعني راح يكون انتظار الفرج هو الشهادة اللي يختموها لك حتى شنو؟ تهيئ له الرجوع مع الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وفي نفس السياق ورد عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: وإن لأهل الحق دولة إذا جاءت ولاها الله لمن يشاء منا أهل البيت، فمن أدركها منكم كان عندنا في السلام الأعلى. اللي يدرك دولة الإمام. وإن قبضه الله قبل ذلك خار له. خار يعني خير، يعني أعطي الخيار. اللي تفسرها الرواية القبلية اللي يقول شنو؟ يريد يبقى في نعيم البرزخ، يريد يرجع مع الإمام صلوات الله وسلامه عليه. بالنتيجة انتظار الفرج واحدة من ثماراته أنه عبارة عن شهادة تشهد لك بأنك كنت تريد أن ترى وتنصر الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فإن أدركته كنت في السلام الأعلى، وإن لم تدركه فيمكن أن يأتيك الملك ويقول لك: إن شئت أن ترجع فارجع. ويرجع المؤمن لماذا؟
واحدة من ثمرات الرجعة. تقول الروايات أن المؤمن يرجع ليرى نصرة الحق ودحض الباطل. كثير منا يتألم عندما يرى ما عليه الناس، ما عليه المؤمنون من الاضطهاد، من التهجير، من التغرب، من المطاردة، من التشريد، وينتظر متى نصر الله، يتساءل، فتبقى حسرة في قلبه يموت وهو لم يرى نصر الله عز وجل، فيرجعه الله عز وجل ليرى بعينه كيف أن الحق انتصر. إن كان الحسين عليه السلام قتل في يوم عاشوراء فله كرة وله رجعة، كما تقول الروايات أول من تنشق الأرض عنه ويرجع إلى الدنيا الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه. فيمكن أن يرجع المؤمن ليأخذ بثأر الحسين عليه السلام، إذ إن واحدا من شعارات أصحاب الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه هو شعار يا لثارات الحسين، لأن الحسين عليه السلام بثورته كان قد بدأ مفهوم الانتظار للإمام المهدي صلوات الله عليه. حركة الإمام الحسين هي حركة ممهدة لظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه بكل ما كان فيها من عقيدة، من عمل بالأركان، من التزام بمبادئ الإسلام. السيوف فوق الرؤوس، الرماح والنبل تتطاير، والحسين عليه السلام يصلي، وأصحاب الإمام الحسين عليه السلام يذكرون الحسين عليه السلام بالصلاة، ويصلي الحسين عليه السلام. تلك الليلة ليلة العاشر تقول الروايات أنه كان يسمع من معسكر الحسين دوي كدوي النحل من الصلاة والدعاء وقراءة القرآن. كل هذا يضاف إلى جانب اللوعة وجانب الألم وجانب الحسرة الذي حوته معركة عاشوراء، معركة كربلاء. الأب يودع ولده والولد يودع أباه، الأم تودع زوجها وولدها. هناك حصل أن قتل الرجال وفجعت النساء، والكل يرى مصرع أحبابه، والكل يقدم فلذات كبده ليحتسبهم عند الله عز وجل، إلى أن فنوا ولم يبق أحد مع الحسين عليه السلام. كان ينادي أما من ناصر ينصرنا، أما من مغيث يغيثنا، لم يجبه أحد، أخي لمن تنادي؟ قرحت فؤادي، الصحب صرعى والنصير قليل، لم يجبه أحد إلا زينب صلوات الله وسلامه عليها. جاء الحسين عليه السلام ودع عياله، ركب فرسه. تقول الروايات في آخر مرة أراد أن يخرج الحسين امتطى فرسه، ذهب مسافة وإذا صوت ينادي أبا يا حسين قف لي هنيه. التفت وإذا ابنته سكينة صلوات الله عليها، ما تريدين يا ابنتي؟ قالت أبا لي إليك حاجة. ما حاجتك؟ قالت أريدك أن تنزل من على ظهر جوادك. نزل الحسين عليه السلام. قالت أبا أريدك أن تجلس على الأرض. جلس الحسين عليه السلام. أبا أجلسني في حجرك. أجلسها الحسين عليه السلام. قالت أبا امسح على رأسي كما تمسح على رؤوس الأيتام. بنيتي ما زلت حيا. قالت أبا الآن أنت تمسح على رأسي، بعد ساعة إذا سقط من الذي يمسح على رأسي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها أن تعجل لوليك الفرج وتسهل له المخرج،
وتدفع عنه كل سوء وبلاء وتدفع به عنا كل سوء وبلاء من كان عنده حاجة لك اللهم فيها رضا وله فيها صلاح اللهم فاقضها ويسرها له يا رب العالمين من كان عنده حاجة لك اللهم فيها رضا وله فيها صلاح اللهم فاقضها ويسرها له يا رب العالمين من كان مريضا أو عنده مريض اللهم فشافه وعافه بحق مريض كربلاء إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الولاية والإيمان أرواح أموات السامعين والحاضرين المقيم المأتم ومن شارك في إقامته أرواح أموات علمائنا الأعلام خدمة المنبر شهداء العقيدة والإسلام أمواتنا وأمواتكم جميعا رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.